مع هذه الطريقة لم يعد هناك داعي لامتلاك بطاقة وحساب بنكي لسحب آلاف وملايين الدولارات، فكل ما عليك فقط هو اختيار شباك بنكي وما أن تقف أمامه حتى تشرع آلة السحب في مدك بالمال وبدون حاجة إلى لمسها أو إدخال الرقم السري. قد تظن أن الأمر مجرد خرافة، ولكنها قصة حقيقية جرت أحداثها في دولة تايوان، حيث تمكنت عصابة من الحصول على مبلغ قدر بحوالي 2.5 مليون دولار في عملية لم تتطلب عنفا ولا تطوا ولا حتى وقتا لتنفيذها. فما تفاصيل تلك السرقة الفريدة من نوعها، وما الرقية التي توصل إليها الهاكر جاك برنابي واستعملتها العصابة، وكيف كانت تجري السرقات؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. برنابي جاك، هاكر ومبرمج ومتخصص في أمن الحاسوب من جنسية نيوزيلندية، والذي عرف بشكل كبير بعد تقديمه لعرض ضمن فعاليات مؤتمر بلاك هات لأمن الحاسوب سنة 2010، والذي طرح فيه برنامج من تصميمه اشتغل عليه مدة طويلة يجعل أي ماكينة سحب تلقي بكل ما فيها من نقود. قبل هذا الاختراع كان برنابي يعرف على أنه ينتهي إلى مجموعة الهاكرز تعرف بما يطلق عليه التهكير أو القرصنة الأخلاقية أو الأمنية، حيث كان دائما ما يبحث عن ثغرة مختلفة في المواقع أو الشركات ثم يكشف عنها للمعينين بالأمر بمقابل مالي. ثم في أحد الأيام، وبينما كان برنابي رفقة أحد أصدقائه وهما يتبادلان أطراف الحديث، فقد بدر صديقه بالسؤال عن ماهية الشيء الذي لم يسبق لأحد أن قام باختراقه طوال هذه السنوات. فبدا برنابي حائرا، ثم أجابه أن الشيء الوحيد الذي لم يسبق أن تم اختراقه هو ماكينات سحب المال. وعلى الفور رد عليه صديقه قائلا: فلماذا لم نصبح نحن أول من يفعلها؟ ذلك كان مجرد اقتراح فقط من صديقه، وبعد أيام لم يعد يهتم للأمر، غير أن ما لم يكن يعلمه هو أن الفكرة ستستحوذ بالكامل على تفكير برنابي، وأنه بالفعل ومنذ تلك اللحظة سيبدأ في البحث عن كيفية للقيام بها. حيث قرر برنابي وعلى الفور الشروع بالفعل في دراسة إمكانية تحقق ذلك. في البداية كان برنابي يحتاج إلى دراسة كيفية عمل تلك الماكينات، لذا خطرت له فكرة ذكية، بحيث قرر البحث عن ماكينات سحب الأموال القديمة لكي يقوم باقتنائها وإجراء التجارب عليها، وهو ما تم بالفعل، حيث استأجر محلا صغيرا وقام بشراء ماكينتين وضعهما هناك، ثم أصبح يقضي يومه بالكامل أمام الآلتين يبحث عن طريقة لاختراقهما. ثم بعد أشهر من الدراسة والعمل، فقد توصل برنابي إلى عدة ثغرات جعلته يفاجأ، لأنه كان من الفكرة التي كانت لديه، فقد كان دائما ما يعتقد أن الآلة شديدة التحصين ولا يمكن أبدا المساس به. رغم ذلك لم يكن برنابي يظن نفسه مستعدا بعد للكشف عن مخططه، لذا قرر الاستمرار في دراسة تلك الثغرات، وقد استغرق منه ذلك أكثر من 6 أشهر متتالية من العمل. ثم بالوصول إلى العام 2010 كما سبق وأن أشرنا، فقد كان هنالك مؤتمر ينعقد كل سنة في مدينة لاس فيغاس، والذي يستقطب كل الأشخاص المهتمين بموضوع الاختراق والقرصنة والبرمجة الآمنة للحواسيب. وخلال ذلك المؤتمر قدم برنابي عرضا خياليا حول أحدث تصميماته، والذي ألهمهم العديد من الهاكرز حول العالم، حيث كشف خلال عرضه عن كيفية اختراق وسحب المال من تلك الماكينات عن بعد، وقد أطلق على تلك العملية
اسم جاك بوتن، والتي ترمز إلى الفوز في ماكينات القمار بالكازينوهات أو ما يعرف بجاك بوت. بعد نهاية المؤتمر صرح جاك برنابي أن الهدف من تقديمه لذلك البرنامج الذي توصل إليه خلال 8 أشهر من العمل الجاد والدراسة، وهو توعية الشركات بالثغرات الموجودة بأجهزتهم، ولم يكن يدري أن برنامجه سيتحول إلى خطط ناجحة لسرقة ملايين الدولارات في القادم من الأيام. فبعد 3 سنوات وبالضبط خلال العام 2013 وفي دولة تايوان، في إحدى الليالي كان رجل رفقة زوجته عائدان بالسيارة من العمل، وقد كان يخططان أيضا للتوجه نحو شباك إلكتروني لسحب بعض المال. فأوقف الزوجان السيارة بالقرب من بنك يعرف باسم فيرست بنك، وبعد نزول الزوج من السيارة لاحظ أن هنالك شخصان غريبان الأطوار يرتديان نظارات سوداء وكمامة، ويلبسان أيضا قبعات كبيرة الحجم تحجب التعرف إليهما، يقفان بجانب الشباك الإلكتروني. فوقف الزوج بالقرب من باب البنك، وعندما اكتشف الشخصان أن هنالك أحد يقترب منهما فقد قرر المغادرة بسرعة. وعندما توجه الرجل إلى آلة السحب لإخراج المال، قد تفاجأ بوجود مبلغ كبير من المال بالأدلة والذي لم يأخذه الرجلان، وقد كان المبلغ يقارب حوالي 1800 دولار. فقام الرجل بعدها بإعلام الشرطة المحلية وعاد إلى المنزل دون أن يعلم ما الذي وقع. وفي صباح اليوم التالي، وعندما قام الزوج بإشعال التلفاز، فقد تفاجأ بأخبار عن الواقعة التي كان شاهدا على بعض أحداثها تشغل الرأي العام، حيث قالت مختلف الصحف أن المبلغ الذي تمت سرقته من آلات سحب المال يقارب 2.5 مليون دولار، وكل ذلك في ليلة واحدة ولكن في مناطق مختلفة من البلاد. بدأ التحقيق في السرقة في محاولة العثور على أي دليل يشير إلى الجنى، ورغم ذلك فلم يتم تحديد هوية الفاعلين ولا كيف قاموا بعمليات السرقة تلك. وما حير الشرطة التايوانية أكثر هو أنه وبعد مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في مختلف البنوك التي تمت سرقتها، فقد لاحظوا أن السارقين كان يحملان حقيبة كبيرة. وما فاجأ المحققين أكثر هو أن الشخصين اللذان كانا يسرقان وبعد الاقتراب من آلات السحب لا يستخدمان أي بطاقة بنكية أو ما شابه، فقط يقفان لمدة قصيرة ثم تبدأ الأموال بالخروج من تلقاء نفسها. وبعد البحث بشكل معمق في القضية تبين أن هناك عصابة كبيرة، وليس فقط شخصان من قام بذلك كله. وبعد الاستمرار في مراقبة تسجيلات الكاميرات البنكية، فقد تمت ملاحظة أن هنالك عشرات من الأشخاص قد توجهوا إلى تلك الآلات في الليلة نفسها، وهو ما جعل السلطات ترجح أن الأمر يتعلق بعصابة أجنبية كبيرة، لأنه حسب وصف الرجل الذي شاهد السارقين في تلك الليلة فقد استطاع تمييز أنهما ليسا مواطنان محليان بل شخصان أجنبيان رغم عدم وضوح ملامحهما. فتم تعيين عشرات المحققين إضافة إلى أكثر من 200 شرطي لتولي القضية، وقد كانت مهمتهم الأساسية تتمثل في مراقبة التسجيلات وكذا معينة باقي كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع القريبة من البنوك التي سرقت، والاستمرار في تتبع السارقين إلى أن يتم العثور على المنازل التي يسكنونها أو أماكن وضعهم للمال المسروق، لأن غالبية الدول الآسيوية تستعمل كاميرات مراقبة في شتى أنحاء البلاد وفي أماكن مختلفة، بحيث يسهل تتبع والبحث عن الأشخاص المشتبه بهم. بعد تتبعهم فقد تم تحديد هوياتهم، وتم التوصل إلى أنهم 22 شخصا أجنبيا من دول أوروبية عديدة، كورمانيا وأوكرانيا وكذا ليتوانيا ولاتفيا وغيرها. قبل أن يتم القبض عليهم، لاحظ رجال الشرطة أن 19 من رجال العصابة قد سافروا خارج دولة تايوان بعد السرقة، ولكن لم يكونوا يحملون المال معهم. وبتتبع الكاميرات أكثر فقد تم اكتشاف
أن هنالك 3 أفراد من العصابة لا يزالون في البلاد، وهم من يخفون المال. 3 كان من بينهم رئيس العصابة الذي كان من جنسية ليتوانية، والإثنان الآخران واحد من مولدوفا والثاني يحمل جنسية رومانية. رغم ذلك لم تقم الشرطة بالقبض عليهم وكانت تنتظر سقوطهم في الفخ. أما بالعودة إلى العصابة فقد قرر الرئيس أن يخبئ المال في مكان بعيد، وذلك بعد أن أصبحت القضية حديث الكل في البلاد ولم يكن يعلم أنه مراقب في كل تحركاته. وفي إحدى الليالي قرر الانتظار حتى وقت متأخر، ثم خرج وطلب سيارة أجرة من موظفي الفندق وتوجه إلى إحدى الغابات الشاسعة، ثم بدأ يمشي إلى أن تعمق في الغابة. وبعدها قام بإخفاء المال في إحدى الحفر، كما قام بتحديد المكان لكي يعود إليه فيما بعد. في تلك الأثناء كان رجال الشرطة يتعقبون خطواته، وقد شهد يعود إلى مدينة تايبي ثم ينزل من سيارة أجرة ويدخل إلى أحد الفنادق الصغيرة هناك، حيث كان الإثنان الآخران من أفراد العصابة نزلين بدورهما في ذلك الفندق بوسط العاصمة التايوانية تايبي، وقد كان يحتفظان أيضا بجزء من المال المسروق، فقد كان خائفان من أن يتم القبض عليهم وهما يحملان حقائب المال. فقام أحدهما بملء حقيبتين من المال ثم اتجه إلى إحدى محطات القطار، هنالك وجد نوعا من الخزانات المخصصة لوضع الأمتعة في حال انتظار القطار، حيث قام بوضع الحقيبتين في الخزنة وأقفل بالمفتاح، فظلت الحقيبتان لأيام عديدة هناك قبل أن يكتشف من خلال كاميرات المراقبة أن شخصا آخر من أفراد العصابة 3 قد قدم إلى محطة القطار وقام بأخذ حقائب المال. وقد كانت تلك هي الخطط التي اتبعها رئيس العصابة لكي يقوم بمراوغة الشرطة دون أن يصلوا إلى مكان تواجد المال. ورغم ذلك لم تنجح الخطة، فقد كانت كاميرات المراقبة مزروعة في كل مكان بالبلاد، فتم تتبع الشخص الجديد من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة إلى أن توجه إلى أحد الفنادق رفقة حقائب المال. كان رجال الشرطة يخططون إلى إلقاء القبض عليه بعد ثبوت السرقة في حقه، ولكن كان يجب عليهم التأكد من أن الحقائب التي يمتلكها ذلك الشخص هي نفسها التي يوجد بها المال، أو أنهم قاموا بتغيير شيء ما فات عناصر الشرطة الانتباه إليه. وبالفعل حضر أحد المحققين إلى الفندق قبل أن يقوم بتكليف عاملة النظافة، والتي قامت بالدخول إلى غرفة الشخص في غيابه، حيث وجدت أن المال بالفعل يتواجد في الحقيبة. وبعد التأكد من الأمر أصبح رجال الشرطة ينتظرون فقط اللحظة المناسبة للقبض عليه إلى أن تمكنوا من ذلك، حين كان يجلس بمطعم الفندق برفقته شخص آخر أثناء التحقيق معها. أنكر الشخصان أي شيء يربطهما بالسرقة، فقرر رجال الشرطة اصطحاب الشخصان إلى غرفتهما وفتح الحقائب الموجودة بحوزتهما للتأكد من صحة ما يقولان. وعندها تم العثور على المال المسروق بتلك الحقيبتان ليتم القبض عليهما بشكل رسمي. وفي نفس الليلة تم إلقاء القبض على رئيس العصابة الذي كان نازلا بأحد الفنادق الصغيرة بالعاصمة. وبعد التحقيق معه قرر الاعتراف وتوجيه السلطات إلى المكان الذي دفن به باقي المال. وفي صباح اليوم التالي تم اصطحاب رئيس العصابة إلى المكان الذي حدده. وبعد الحفر لم تعثر الشرطة إلا على حقيبة واحدة، رغم ادعاء رئيس العصابة على أنه قد دفن الحقيبتان بنفس المكان. والغريب أنه في تلك الليلة قدم شخص كبير السن إلى مركز الشرطة وبرفقته حقيبة المال الثانية، حيث وبعد التحقيق معه قال أنه يقطن بمكان مجاور للمنطقة التي عثرت فيها الشرطة على الحقيبة الأولى. وفي تلك الليلة قرر الخروج إلى الغابة قبل أن يجد الحقيبة التي كانت مليئة بالمال. ولأنه كان يعرف بشأن عمليات السرقة فقد تقدم إلى مركز الشرطة ليسلمهم ما عثر عليه. في ظل عدم وجود أي كاميرات هنالك فقد اعتبرت السلطات تصريحات الرجل المسن صحيحة، فيما تم الحكم عليه بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، بينما تم الحكم على أفراد العصابة 3 ب5 سنوات سجنا نافذا. وقد كان بسبب أن السلطات التايوانية كانت تعلم أنهم ليسوا إلا أشخاصا أرسلوا لكي يقوموا بتلك المهمة.
وأن هنالك شخص آخر هو من يتحكم بكل العمليات والذي لم يتمكنوا من تحديد هويته مطلقا. وفي النهاية صرحت السلطات أن 90% من المبلغ المسروق قد تمت استعادته، بينما باقي 10% قد تم إنفاقها بالبلاد. ومن بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم كان وضع حقائب المال في خزانات محطة القطار، وبعد البحث في حاسوبه الشخصي تم التوصل إلى أنه كان يراسل شخصا آخر، وهو الذي كان يقوم بإعطائه الأوامر، وذلك الشخص هو من اعتبرت السلطات زعيم العصابة الحقيقي. رغم القبض على 3 من أفراد العصابة، فقد استمرت السلطات في تايوان بتتبع رسائل البريد الإلكتروني لزعيم العصابة المشتبه، إلى أن توصلوا إلى أنه يعيش في أوكرانيا، مما صعب مهمة القبض عليه. لكن رغم ذلك استمرت مراقبته وتتبع حركاته إلى أن سافر إلى إسبانيا، فتم بعث قوات خاصة لإلقاء القبض عليه بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، حيث تبين أن اسمه مرتبط بعدد من العمليات المماثلة عبر العديد من الدول حول العالم. أما برنابي جاك الهاكر صاحب الفكرة، فقد تم العثور عليه في نفس السنة التي تمت فيها عمليات السرقة، ميتا داخل منزله عقب استعماله لجرعات زائدة من المواد الغير مشروعة. فيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. نزيم بودرة: أفضل مقاطع أنت تقدم الأحداث بالتفصيل وتقدمها بطريقة مسلية، أنا من الجزائر. كرم فتحي: أتمنى لك التوفيق والنجاح دائما، طريقة العرض واللقاء رائعة جدا، أتمنى أن تتحقق لك كل أمنياتك إن شاء الله. مالك الأتاب: ما شاء الله قناة جميلة، استمر أخي، أخوك مالك من اليمن، وكل فيديوهات جميلة وقصص واقعية ما شاء الله. نعيمة فكير: أنا أقسم بالله أنك تستحق أكثر من 50 مليون مشترك، أخوك من المغرب. غوج رين سبيس: أصبحت مدمنا على قناتك، طريقة السرد رائعة بصوت جميل، وفقك الله، متتبعك من القنيطرة المغرب. في انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.